سنوات وهويته محط تكهنات، يترك توقيعاً على جدار هنا ولوحة هناك ليستدل أنه من رسمها. الفنان البريطاني بانكسي قد يضطر لكشف اسمه الحقيقي إثر خلاف قضائي على لوحة تسخر من الملكة البريطانية الراحلة، والسبب ليس سخريته من الملكة، فبانكسي معروف بأعماله التي تسخر من الشخصيات الحاكمة والتي تباع بملايين الدولارات. الدعوى القضائية سيتقدم بها اثنان من هواة جمع لوحات الفنان ضد شركة بيست كونترول المخولة من بانكسي بتوثيق لوحاته للمشترين وتأكيد أنها ليست مزيفة. أما السبب فهو محاولتهما على مدار 3 سنوات الحصول على شهادة تثبت أصلية العمل الذي اشترياه من معرض عام 2020 مقابل 39,000 دولار، حيث لم تكن اللوحة حينها مرفقة بوثائق. شركة بيست كونترول قالت بدورها إن عملية المصادقة لدينا دقيقة وشاملة وتستغرق وقتاً طويلاً في بعض الأحيان.